مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من كل يوم كتاب. كتابنا لليوم بيحمل عنوان 3 essais sur la vie sociale des primitives لمالينوفسكي. هذا الكتاب الأنثروبولوجيك علم الإناثة يلي بيعطينا فكرة عن طريقة تفكير عند الشعوب البدائية، وحاول الباحث مالينوفسكي أنه يفسرنا أكثر كيف طريقة تفكير الشعوب القديمة حول الحياة، الموت، الوجود وإلى آخره من أسئلة يلي نحن بنطرحها بيومياتنا، ولكن هالمرة كيف الشعب البدائي بيجاوب حاله بهالأسئلة. من الكتب الصحيح أنه هو كتب متخصص، ولكن كتاب بيقدر يكون للجران بوبليك مين ما كان بيقدر يقريه ويفهمه، لأنه الكاتب حاول بطريقة كتير سلسة يكتبه ويفسر الفينومين يلي أو المفاهيم يلي كان عم بيشوفها قدامه. هذا الكتاب من إنتاج بتيت بيبيوتيك دو بايو، من الكتب يلي بنصحكم أنه تقروه. يعطيكم ألف عافية ومنلتقى إذا الله راد بحلقة جديدة.